السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الثاني الثانوي، لكم مني ألف تحية. اليوم بندرس قانون جيوب التمام. قانون جيوب التمام يختلف بعض الشيء عن قانون الجيب. احنا قلنا في قانون الجيب ساين A على A يساوي ساين B على B يساوي ساين سي على سي، والساين لازم يكون امامها الزاوية مقسومين على الضلع اللي هو الحرف السمول. هنا قانون جيوب التمام لإيجاد الأضلاع المجهولة. فهنا إذا كانت أضلاع المثلث ABC التي أطوالها كما ملاحظين الحروف سمول تدل على الأطوال الأضلاع تقابل الزوايا ذات القياسات، شوف هنا الحروف كابيتال A وB وC على الترتيب، فإن العلاقات الآتية تكون صحيحة. أنت عاوز تكون تجيب الضلع A طوله، يبقى نقول A تربيع يساوي B تربيع زائد C تربيع ناقص 2BC كوزين A. يبقى شوف بدأنا بحرف A سمول ننتهي بالA كابيتال مع الكوزين. طب هنا B تربيع زائد C تربيع تربيعات ناقص 2BC من غير تربيع. يبقى القانون سهله على نفسك، انت بدأت بA تربيع يبقى لازم اكتب B تربيع وC تربيع ناقص 2BC من غير تربيعات كوزين الحرف اللي انت بدأت به بس كابيتال. كذلك الامر بالB تربيع، B تربيع يساوي A تربيع زائد C تربيع، شوف كده الحروف كلها كام اكتملت الB والA والC كده الأضلاع ناقص 2 هيكون ايه AC من غير تربيع كوزين من الحرف اللي بدأت بيه البي بس اكتبه كابيتال. وبالنسبة للسي تربيع نفس الحكاية. تعالوا نشوف مع بعض السؤال الاول. حل ABC المثلث طبعا مقربا طول الضلع الى اقرب جزء من 10، وقلنا اقرب جزء من 10 يعني بعد الفاصل عدد واحد او رقم واحد. قياسي الزاويتين الى اقرب درجة، يبقى انت هتجيب الضلع لاقرب جزء من 10 والزاوية الى اقرب درجة يعني مفيش فواصل. طيب هنا عندي المعطيات اللي موجودة، عندي الضلع السي موجود، ليه سي؟ لانه مقابل للزاوية سي بخمسة، والايه موجودة اللي هي الضلع المقابل لزاويه A. البي بقى هو اللي ناقص عندي، يبقى ابدا بيه الاول. اقول له بي تربيع يساوي A تربيع زائد C تربيع ناقص 2 AC كوزين، كوزين مين يا اولاد؟ كوزين B. وابدا اعوض تعويض مباشر وبعدين ادخل للاله الارقام تطلع لي النتيجه. هنا هنقف عندي بي تربيع يساوي 17.4. هات لي بقى الجذر التربيع، نكتب ايه؟ جذر الانصر، جذر الانصر، وقلنا الانصر دي موجوده تحت في اخر سطر ANS الانصر. طب الخطوه الثانيه ممكن بقى نستعمل مين؟ قانون الساين لايجاد الزوايا المجهوله. نقول له ساين ايه، مش انت عاوز الزاويه ايه؟ يبقى ساين ايه على 7 برافو يساوي ساين 36 اللي هي البي على البي اللي انت جايبها من فوق 4.2. حاصل ضرب الطرفين يساوي الوسطين، يبقى الساين ايه تقريبا يساوي 7 مضروبه في ساين 36 على 4.2. هات لي النتيجه شيفت ساين انصر، شيفت ساين تطلع الايه تقريبا 78 درجه. ايجاد الزاويه الثالثه بدون القوانين، نتبع نظريه مجموع زوايا المثلث 180 درجه.
مجموع زوايا المثلث الداخلية 180، يبقى قياس الزاوية C يساوي 180 ناقص مجموع الزاويتين، الزاوية اللي جايبها لك 36 واللي انت حسبتها ب 78. يبقى كده قدرنا نحل المثلث ABC، لان احنا طلعنا الضلع المجهول، هو مديك ضلعين، طلعنا الضلع الثالث، مديك زاوية، احنا حسبنا زاويتين. يبقى بالتالي كده يا ولاد تعال نشوف مع بعض يعني ملخص للقوانين اللي احنا درسناها. اذا لحل المثلثات غير قائمه، طب لو مثلث قائم، لا ده احنا عندنا طرق كثيره جدا لحل المثلث القائم، واللي ان شاء الله بعد كده بعد شويه هنشوف هنعمل معاه ايه. طيب لحل بقى المثلثات غير القائمه، اذا اعطيت، يبقى المعطيات اللي عندك قياسي زاويتين وطول اي ضلع، قياس زاويتين يبقى ابدا على طول بالزاويه الثالثه 180 ناقص مجموع الزاويتين، وبعدين نستخدم قانون الجيو. طيب مديك ضلعين وقياس زاويه مقابله لاحدهما، قانون الجيو، ساين اي على اي يساوي ساين بي على بي يساوي ساين سي على سي، طولي ضلعين وقياس الزاويه المحصوره بينهما زي المثال اللي فات، اداك ضلعين وزاوية محصورة بين، قانون جيو بالتمام. هتبدأ بالضلع الناقص ثم تستعمل نظرية القانون الجيو. أطوال الأضلاع الثلاثة موجودة، يبقى تقدر تستعمل قانون الجيو لإيجاد الزوايا. طيب واحد قال لي طب ما احنا عندنا الثلاث أضلاع، نبقى نقدر نستعمل الساين قانون الجيو. نقول له لا مش هينفع، لازم عشان استخدم قانون الجيوب لازم يكون في عندي زاوية والضلع المقابل ليها موجودين، غير كده يبقى اروح لقانون جيوب التمام. الاضلاع الثلاثة موجودة، يبقى مش هنقدر نستخدم الا قانون الجيوب التمام. تعالوا نشوف سؤال، ينظر غواص الى الاعلى بزاوية قياسها 20، يبقى دي زاوية ارتفاع، ليرى سلحفاة تبعد عنه 3 متر وينظر إلى الأسفل، يبقى زاوية انخفاض، بزاوية قياسها 40 درجة، فيرى سمكة زرقاء تبعد عنه 4 متر. يبقى عندي طولين هم أطوال في المثلث، واحد ب 3 متر والتاني ب 4 متر، الزاوية الأولى كانت ب 20 زاوية ارتفاع، الزاوية الثانية زاوية 40 زاوية انخفاض. السؤال بيقول لي ما المسافة بين السلحفاة والسمكة الزرقاء؟ طيب هنا يا ولاد الضلع الثالث هو اللي مجهول. طب هل في ضلعين؟ ايوه في. طب في زاوية بينهم؟ ايوه، بس الزاوية هنا بكام؟ ب 60 درجة. احسنت. ليه؟ لانها قسمت الى زاويتين، الاولى ب 20 والثانية ب 40. يبقى نقدر كده يا ولاد نقول ان انا عندي الزاوية A باكملها 60 درجة، واستعمل قانون الجيوب التمام عشان اجيب الضلع الناقص، A تربيع يساوي B تربيع زائد C تربيع ناقص 2 BC كوزاين A، عوض ثم احسب باستعمال الآلة، الـ A تربيع تلعب ب 13، هات لي جذر الأنصر. يبقى المسافة بين السلحفاة والسمكة الزرقاء تقريبا 3.6، يبقى هنا نقدر نستعمل قانون جيوب التمام بصورة سهلة وبسيطة، ولكم مني ألف تحية. وطبعا هتروح لأسئلة تأكد، جاوب، وأي سؤال هيقف قدامك ابعت، وإحنا إن شاء الله نتناقش فيه مع بعض حتى نصل إلى الحل الصحيح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.